رمضان جاء بأجمل النفحات، خير الشهور وأجمل الأوقات، كل القلوب إلى الرحيم تضرعت بتلاوة القرآن والصلوات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي يا رسول الله، يا أرشد داع إلى طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا أعبد من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا ولا زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء في الخواطر الرمضانية لهذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. وموعدنا النهاردة بخاطرة بعنوان الهمة العالية، الهمة العالية. وأستبيحكم عذرا يعني في البداية، أنا بسجل في مكان مفتوح، فإذا كان هناك بعض الأصوات المتداخلة أسأل الله عز وجل أن تغفروا لي ذلك. النهاردة بنعيش مع خاطرة بعنوان الهمة العالية، بنقف مع قصة حدثت مع أعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات أو الرحلات، فسبحان الله نزل على رجل من الأعراب، فضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم وفادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يرد الجميل، فقال له إذا أتيت إلى المدينة، يعني في يوم من الأيام كده نزل المدينة، فأتنا نكرمك. سبحان الله، دارت الأيام وذهب هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم تبسم له وقال له يا أعرابي سل حاجتك، يا أعرابي سل حاجتك. فهذا الأعرابي قال يا رسول الله أريد ناقة أركبها وماعز أحلبها، أريد ناقة أركبها وماعز أحلبها. سبحان الله، هذا الأعرابي يمثل حال الكثيرين منا، همة متدنية. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيسألك سؤال وسيجيبه، قد يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا دنت همتك إلى هذا الحد، كل همك ناقة وماعز تحلبها. سبحان الله، العلماء لهم وقفة هنا برضو، إن هذا الأعرابي لو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم مهما وصل من إكرامه لن يصل إلى حد الناقة وحد الماعز. يعني لو قدم له وليمة مش معقول يعني ذبح جمل وماعز وكذا، فعايز، فسبحان الله كان يطلب شيء أكبر مما قدمه للنبي. ده أول شيء. الشيء الثاني، كان صاحب همة متدنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فأحد الصحابة قال ومن عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم إلى قصة أخرى، قال لهم إن موسى عليه السلام لما كان في مصر وأراد أن يخرج من مصر لفلسطين، فالناس اللي هم الكبار أو الأحبار اللي كانوا موجودين قالوا إن يوسف عليه السلام، لأنكم كما تعلمون هو الذي أدخل بني إسرائيل مصر، يوسف عليه السلام قال من وصيته إذا خرجتم من مصر فخذوا عظامي معكم، ابحثوا عن قبري وخذوا عظامي معكم. فأراد سيدنا موسى أن ينفذ وصية أخيه يوسف عليه السلام، فسألهم عن مكان القبر فقالوا لا نعلم، ولكن نعلم عجوزا من عجائز بني إسرائيل هي الوحيدة التي تناقلت هذا السر وهي التي تعلم. فذهب إليها موسى وأخبرها بالأمر وقال أريد أن أنفذ وصية أخي يوسف عليه السلام، فقالت له نعم ولكن بشرط وبعهد. قال وما عهدك وشرطك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. يا الله، انظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم الهمة العالية. هذا الأعرابي دنت همته إلى الأرض، فبدأ يدور على النوق والجمال والماعز، وهذه العجوز الواعية تبحث عن ملكوت السماوات، تبحث عن ملكوت السماوات. قالت أريد أن أكون رفيقتك في الجنة. سبحان الله، هذه المرأة ماذا قدمت حتى تكون رفيقة من؟ موسى كليم الرحمن، حتى تكون رفيقة من؟ موسى عليه السلام، من أولي العزم من الرسل. سبحان الله، يعني إما تيجي ترتب كده الأنبياء، قد يكون هو الثالث
بعد نبي الله محمد وإبراهيم هتلاقي في المرتبة اللي بعدهم سيدنا موسى عليه السلام، يعني حاجة عظمة وتريد أن تكون رفيقتها. فأخبرها وقال ليس لي ذلك، ليس لي ذلك، قالت هو ذاك. فسبحان الله أوحى الله عز وجل الذي ينظر ويسمع إلى موسى عليه السلام، أعطها سؤلها يا موسى، أعطها عهدها يا موسى، هي رفيقتك في الجنة. وهنا نقف مع الموقف عدة وقفات. سبحان الله، انظر كيف يحتفي الله عز وجل بأهله، كيف يحتفي الله عز وجل بأصحاب النيات الغالية العالية. الله عز وجل يحتفي بأصحاب الهمم الذين غايتهم رضاه جل وعلا. كان الله عز وجل يستطيع أن يخبر موسى عليه السلام بمكان القبر مباشرة. سيدنا موسى هو كليم الرحمن، الله عز وجل يسأل سيدنا موسى يا رب أين القبر؟ يا موسى إنه في المكان الفلاني. ولكن الله عز وجل نظر إلى صدق وقلب هذه المرأة العجوز فأعطاها سؤلها ولو بعد حين، ظلت على قيد الحياة حتى يرفع الله عز وجل همتها لتصل إلى هذه المكانة السامية السامقة، وتكون بنيتها الطيبة رفيقة لموسى عليه السلام. على طول أول ما بسمع هذا الموقف بتذكر الصحابي الجليل سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. سيدنا ربيعة كان شابا فقيرا، وكان من أهل الصفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليهم ويرعاهم صلى الله عليه وسلم. وكان ربيعة يعني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض حاجاته ووضوئه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وله الشرف، ليتنا كنا في أيامه فنخدمه بأرواحنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف المعروف لأهله، فقال له سني يا ربيعة، قال له سني يا ربيعة. سيدنا ربيعة النهاردة أو في هذا الموقف يستطيع أن يسأل من خير الدنيا والآخرة، لكن سيدنا ربيعة ليس متهور. قال له هل أنظرتني إلى الغد يا رسول الله؟ قال لا لك ذلك، هل أنظرتني إلى الغد؟ حتى يفكر في أم قال لك ذلك. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره في اليوم التالي وقال سؤلي يا رسول الله. قال أتذكر يا ربيعة سل ما شئت. وهنا سأل ربيعة الموفق، قال أسألك أن أكون رفيقك في الجنة. الله، سيدنا ربيعة شاب يعني يعاني معاناة الشباب الآن، شاب يريد أن يتزوج، شاب يريد العربية والسيارة، شاب يريد أن يكون لديه العمارة والفيلا والسكن، والنبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه. ولكن شوف المعالي، شوف الهمة العالية، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علمك هذا يا ربيعة؟ قال علمني الله، علمت أن هذه الدنيا بأسرها فانية، فإن طلبت شيئا من أمر الدنيا سيفنى وسأفنى معه، فاخترت أن أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله الخيار مرة أخرى، قال أو غير ذاك؟ قال بل هو ذاك يا رسول الله. أو غير ذاك؟ قال بل هو ذاك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا إياه وموصيا إيانا، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجهه إلى أمر عظيم في القرب إلى الله عز وجل، وهو دوام الاتصال في الصلاة، لأن السجود هو جزء من الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إذا أردت هذه المكانة والرفعة فداوم على صلاتك. وهذه رسالة نوجهها للمقصرون أمثالي في أمر الصلاة. كلنا يعني نضيع الصلاة على أوقاتها، كلنا مقصرون في صلاة الفجر إلى غير ذلك، فأعني على نفسك بكثرة السجود، حافظ على صلاتك. وهذه رسالة إلى المفرطون في صلاتهم، أفق لنفسك قبل مماتك، أفق لنفسك قبل مماتك. انظر إلى همة أخرى، وهي همة آسية زوجة فرعون رضي الله عنها، عندما سمت همتها وطلقت هذه الدنيا وطلقت القصور العالية والملابس الفاخرة وطلقت المنصب الوسيم الرفيع، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الهمم ولا يرضى بسفاسف الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله عز وجل
الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وهذه الأوقات الطيبة أن يبلغنا الفردوس الأعلى من جناته، وأن يبلغ آباءنا وأمهاتنا هذه المنزلة كما ربونا صغارا، اللهم أمين. ثم أختم بهمة عالية أيضا، وهي همة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. سيدنا عمر بن عبد العزيز له كلمات رائعة يقول: إن لي نفسا تواقة، ما تمنيت شيئا إلا وصلت إليه. تمنيت يوما أن أكون واليا على المدينة فصرت واليا على المدينة. ثم طاقت نفسي إلى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة عبد الملك بن مروان فتزوجتها. ثم طاقت نفسي إلى الخلافة فصرت خليفة للمسلمين، والآن تطوق نفسي إلى جنات رب العالمين. فنشر العدل في سنتين رحمه الله، حتى أن الشاة كانت ترعى مع الذئب، لما اعتدى الذئب على الشاة قالت الأعراب: الآن مات الرجل الصالح. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لذلك إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وبختم هذه الخاطرة بقصة لرجل من الغرب اسمه بول إلكسندر، يعني قصة في الصبر العظيم الجليل. ليته كان مسلما. اسمه بول إلكسندر، ابحث عن هذا الرجل في اليوتيوب باسم الرجل ذو الرئة الحديدية. يعني أول ما صاحبي حدثني افتكرت ذو الرئة الحديدية، يعني الرجل ما شاء الله بيطلع نار من صدره. طلع لا، سبحان الله، طلع هذا الغلام أصيب بشلل الأطفال وهو في عمر 8 سنوات، وعنده مشكلة في رئته، فصنعوا له رئة حديدية يعيش فيها. ظل في هذه الرئة الحديدية حتى وصل 78 عام، يعني بقاله 70 سنة عايش داخل هذه الرئة الحديدية. وعندما تبحث على هذا الفيديو يعني ستدمع عيناك. سبحان الله، كيف يعيش هذا الإنسان 70 سنة يأكل ويشرب سبحان الله من الخارج هكذا؟ يعني سبحان الله، كيف له بهذا الصبر العظيم؟ الشاهد من القصة أن هذا الرجل لم يقنع بهذه الحياة ويقول إنني مبتلى، لا، ده كان بيقارن نفسه بالناس الأشد منه سوءا والناس اللي بتموت. وقدر قيمة الحياة التي يحياها وعلت همته، فطلب العلم وهو على هذه الحالة، حتى سبحان الله تخرج من الجامعة ودرس القانون، ثم علت همته حتى وصل إلى درجة الدكتوراه من جامعة تكساس. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة تكساس. سبحان الله، أنا وأنت الآن نعاني بسبب شوية مرض أو شوية صداع أو شوية ضيق، والله نستحي أمام الله عز وجل أن تكون لنا هذه الهمة المتدنية. أرجو أن تبحثوا عن هذا الفيديو وأن تشاهدوه، وأن يكون لنا عظة مما نرى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهمة العالية. وأيها الإخوة الأكارم، في هذا الوقت المبارك ادعوا لإخوانكم أهل الرباط في غزة أن ينصرهم الله عز وجل على عدوهم، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى الأسير، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.